يبدأ الفيلم برجل يهبط من طائرة ويأخذه رجاله إلى قصره مع حراسة مشددة، ويريد الرجل أن يسبح في مسبحه الخاص، ويلاحظ ساعته ولا يعرف كيف وصلت إلى هنا وغطس لمحاولة استعادتها، ومن حيث لا يدري أمسكه رجل مجهول وقام بخنقه حتى تأكد من موته وتركه. القاتل هو آرثر بيشوب، يستغل الفوضى ويلبس ملابس طباخ ويخرج من القصر، وبعدها يقفز إلى النهر وأمسك بقارب وفر دون أن يترك أثر، ويلتقي بصديقه هاري ويدفع له مقابل المهمة التي قام بها، ويشتكي له عن ابنه الغير منضبط، ويذهب إلى منزله ويجد مهمة جديدة، لكن المشكلة هي أنه يجب عليه قتل صديقه هاري. اتصل بيشوب للتحقق من الأمر، أخبروه أن تلك هي مهمته، وأراد بيشوب رؤية رئيسه في العمل. التقى بيشوب مع دين ويسأله لماذا تريد قتل هاري. أخبره دين بمهمة فاشلة في جنوب إفريقيا وقتل فيها القتلة من المنظمة، وأن شخصين فقط على علم بالمهمة وهم دين نفسه وهاري، وأخبره أن هاري تلقى أموال كثيرة في الآونة الأخيرة. ذهب بيشوب لمنزله وبدأ يفكر، لأنه إن لم يقتل صديقه سيرسلون قاتل غيره. بعدها قتل بيشوب صديقه وجعل الأمر يبدو كأنه سرقة سيارة. وفي المقبرة التقى بيشوب بابن هاري اسمه ستيف، ويخبر بيشوب بأنه سيذهب للعثور على قاتل والده ويقتله. بيشوب يتبع ستيف الذي كان على وشك قتل سارق سيارات، يقرر أن يأخذه معه للتدرب كقاتل، ويذهب لتبني كلب شيواوا، ويطلب من ستيف أن يأخذ الكلب معه إلى مقهى كل يوم وفي نفس الوقت، ويفعل ستيف ما طلب منه بيشوب، ويواصل تدريبه على طرق القتل، ويجعل جريمة كأنها حادث اختناق، ويريه معلومات عن المقتول كان تاجر أسلحة. بيشوب أعطى لستيف مهمة وهي قتل بيرك قاتل مأجور، ويذهب إلى نفس المقهى الذي يذهب له الكلاب، ويدعوه بيرك لشرب العصير بأن بيرك يحب الكلاب، ويدعوه بيرك لشرب العصير. بيشوب يعطي لستيف سم لكي يقتل بيرك بدون قتال، لأن بيرك قوي وقاتل محترف، لكن ستيف يتجاهل نصيحة بيشوب ويريد قتله بدون سم، ويحاول خنقه بحزام كما رأى بيشوب يفعل، لكن بيرك يمسكه ويضربه، وفي الأخير ستيف يقتله بعد أن خاطر بحياته وكاد يتسبب في مقتله. اتصل دين ببيشوب وأخبره عن عدم رضاه لتكليف ستيف بالمهمة. يرد بيشوب بأنه حصل أيضا على مهمة من خلال هاري، ويعطيه دين مهمة لقتل زعيم طائفة دينية أندرو، وقرروا أن يحقنوه بالأدرينالين وسيسبب له نوبة قلبية، وبعدها يأتي المسعفون ودون قصد يعطونه جرعة ثانية قاتلة. يدخل بيشوب وستيف إلى الفندق ويحقن الطبيب أندرو بالكيتامين، وسمع بيشوب وستيف ذلك، وبالتالي الكيتامين سيمنع مفعول الأدرينالين، لذلك يدخلون إليه ويخنقوه ويقتلوه. يدخل الحراس واكتشفوا أن أندرو قد قتل، ويبحثون عن القاتل وأطلقوا النار على المكان الذي فيه بيشوب وستيف، وبدأوا أيضا في إطلاق النار على الحراس، ويتم إخلاء المبنى وبيشوب وستيف انفصلوا. وفي المطار رأى بيشوب رجل قال دين أنه قد قتل في جنوب إفريقيا، ذهب إليه وأدرك بيشوب أن دين خدعه لقتل صديقه هاري، وقتل بيشوب الرجل وخرج وهو يريد الانتقام من دين. يصل رجال دين للبحث عن بيشوب لكنه يقضي عليهم بسهولة، ويأخذ هاتف أحدهم ويتصل ويكتشف أنه دين، ويتصل مرة أخرى بستيف ويعرف أنه محاصر، ويخبره بأن هناك مسدس مخفي واستعمله ستيف للقضاء على كل العصابة. ويصل بيشوب لستيف وبدأ بالبحث عن معلومات عن حارس شخصي لدين. وجد ستيف مسدس والده وأدرك أن بيشوب هو من قتل والده، وبعدها وصلوا إلى دين وقتلوه، وقرروا الذهاب إلى محطة الوقود. وأثناء طريقهم لاحظ بيشوب مسدس هاري مع ستيف، وأدرك أن ستيف يريد الانتقام، وخرج ستيف لوضع البنزين في السيارة وترك البنزين يقع على الأرض، وأطلق النار وفجر السيارة ومحطة الوقود، ثم يعود إلى منزل بيشوب.
وذهب إلى سيارة بيشوب وأخذها في نزهة. وأثناء القيادة يلاحظ ستيف ورقة على مقعد السيارة وفتحها ومكتوب فيها: ستيف، إذا كنت تقرأ هذه الرسالة إذن فأنت ميت. ستيف بدأ يضحك وبعدها تنفجر السيارة. وفي نفس الوقت انتهت الأسطوانة في منزل بيشوب وانفجر المنزل. ونعود إلى محطة الوقود ونرى الفيديو كيف نجا بيشوب من الموت وأخذ شاحنة وغادر. يبدأ الفيلم مع بيشوب يعيش في منطقة سياحية في البرازيل ويشرب القهوة، ثم يخرج من القارب ويفعل قنبلة في حالة محاولة شخص ما سرقة قاربه، ثم يقود دراجته ويذهب إلى مطعم ويجلس في طاولة. ثم تأتي فتاة أسيوية وتجلس بالقرب منه وأخبرته أنها كانت تبحث عنه منذ فترة طويلة، لأن رئيسها يريده أن يقتل 3 أشخاص وأن يقتلهم كأنهم ماتوا بشكل طبيعي، وتعرف أنه خبير، وإذ لم يوافق فسوف تبلغ عنه لأنه مطلوب من قبل عصابات. ونكتشف أنه زيف موته لكي يبتعد عنهم. ولاحظ أن هناك رجال مع الفتاة ويطلب منها إجراء مكالمة، وعندما يخرج هاتفه يلتقط لها صورة وتحاول إخراج السلاح لكنه يمنعها بالطاولة وضربها. ثم يأتي الرجال العصابة لمهاجمة بيشوب لكنه كان قادرا على التغلب عليهم وبكل سهولة. ويلاحظ أن هناك المزيد منهم يتجهون نحوه، يقفز من على جدار المطعم ويصعد على تلافريك وتتبعه الفتاة ورجال العصابة. ودخلوا للتلافريك كان بيشوب فوقهم، وبدأت الفتاة بإطلاق النار عليه وحاولت الصعود إليه، لكن بيشوب قفز وهبط على طائرة بلاستيكية ويعود إلى قاربه ويراقب المكان. ويلاحظ وجود شخصين على القارب ويقومون بتفتيش القارب، ودون تفكير يخرج بيشوب هاتفه ويفجر القارب، ثم يذهب إلى مكان به أغراضه ويفتح أحد الصناديق ويحرق جواز سفره وبعض الأشياء المتعلقة بمعلوماته. ثم يذهب بيشوب إلى جزيرة في تايلاند ويلتقي بفتاة يعرفها، وهذه الفتاة تمتلك فندقا سياحيا في الجزيرة، لذلك تأخذه إلى غرفة كان يعيش فيها بيشوب. وبعد خروجها يفتح مكانا سريا في الغرفة ويخرج حقيبة بها أسلحة وهواتف وجوازات سفر، ثم يبحث عن الفتاة التي التقط لها صورة، الفتاة الأسيوية، ويعرف عنها معلومات وعن رئيسها كريم. تدخل فتاة عند صاحبة الفندق وتطلب منها بعض الإسعافات الأولية وترى بعض الكدمات على ذراعيها، وتخبرها صاحبة الفندق إن كانت تحتاج إلى مساعدة، لكن الفتاة التي تدعى جينا تخبرها بأنها فقط تريد علبة الإسعافات. وبحلول الليل تخرج صاحبة الفندق وترى جينا يضربها رجل معها على متن القارب، وتذهب إلى بيشوب وتطلب منه مساعدة جينا. يذهب بيشوب بالقارب ويطلب منه ترك الفتاة وعدم ضربها، لكنه يرفض وحاول رفع البندقية على بيشوب، لكن بيشوب يضربه وبالخطأ يقع ويموت. يفتش بيشوب القارب، وجد جواز سفرها وأيضا صورته على هاتفها، وأحرق القارب وعاد إلى الفندق وسأل جينا عن سبب وجود صورته على هاتفها، وسألها إن كانت تعمل لصالح كرين. تخبره بأنها تعمل لدى كرين وأنه والشخص الذي كان على متن القارب خططوا لهذا لكي ينقذها، وبعدها تتصل بكرين وتخبره بأنه هددها لأن لديها مأوى للأطفال. يكتشف بيشوب أنها تقول الحقيقة وأن لديها مأوى للأطفال، وإن لم تفعل ما طلبوا منها فسيقتلون الأطفال. لاحظ بيشوب قاربا في البحر ويقترب من الجزيرة وعلى متنه رجال. يطلب بيشوب من جينا أن تتصرف كأنها صديقته لأن الرجال يراقبونهم، وتعتذر منه وتخبره بأن ليس لديها خيار آخر لأنهم سيقتلون الأطفال. يقدرها بيشوب لأنه كان يتيما واشتراه أحد رجال العصابات هو وكرين، وهرب بيشوب من رئيس العصابة وعاقب كرين معتقدا أنه ساعده، لذلك كرين يكره بيشوب. يخطط بيشوب للهروب مع جينا وعطى ساعة كتذكار. وفي الصباح جاء رجال كرين وأخذوا جينا. اتصل بيشوب بكرين وطلب منه مقابلته، وعندما التقى بيشوب بكرين طلب منه إطلاق سراح جينا، أخبره بأنه سيطلق سراحها فقط إن قتل 3 أشخاص، ويعطيه ملف به معلومات عن الثلاثة. الأول هو تاجر أسلحة إفريقي مسجون في أحد السجون الخطيرة ومعه حراس يحموه، ويعطيه علبة بها GPS ويطلب منه ابتلاعها عندما ينتهي من المهمة.
مهمة لكي يصل الرجال إليه. سأله بيشوب ما هو الدليل أن جينا لا زالت على قيد الحياة. أخبره كرين بأنه في كل عملية يتممها سيسمح له بالاتصال بها، وعند إتمامه لقتل الثلاثة سيرسل له موقعها. وفي ماليزيا يراجع بيشوب معلومات حول السجن والسجناء. يتواجد السجن في البحر الذي مليء بأسماك القرش، يعني ليس هناك مهرب، ويبحث عن معلومات بعض المطلوبين ويختار واحدا لديه وشم مميز، ويقوم بتزوير هويته باسم هذا الشخص، واشترى بعض الأغراض لتنفيذ المهمة. وفي اليوم التالي يعمل فوضى في الشارع ويتم القبض عليه. ودخل بيشوب السجن ويلاحظ أن تاجر الأسلحة لا يمشي وحيدا، لديه رجال لحمايته لأنه لديه الكثير من الأعداء. وسأل أحد السجناء عن التاجر ويخبره أنه يدعى كريل وأنه قد قتل رئيس ليبيريا. حاول رجل قتل كريل لكن بيشوب يحميه. كريل شكر بيشوب ودعاه لتناول العشاء، وعندما يدخل عليه بيشوب ينقض عليه مباشرة ويقتله ويخلط بعض المواد ليظهر أنه تسمم غذائي. ثم قام بتفجير جدار السجن ودهن جسده بمادة تبعد عنه أسماك القرش، وابتلع الجي بي اس وقفز في البحر، وبالفعل وصلت إليه السفينة. بعدها تحدث إلى جينا وتخبره بأن لديه 36 ساعة لقتل الرجل الثاني أو سيقتلونها. كرين أرسل له معلومات الشخص الثاني إدريان الملياردير الذي يعمل في مجال المعادن، لكن عمله الرئيسي التجارة في البشر والأسلحة، ويعيش في أستراليا في ناطحة سحاب في الطابق 58. ويخبره أن شقة إدريان مقاومة للرصاص. يتظاهر بيشوب أنه يريد استئجار شقة في الأسفل، والتقط صورة لمفتاح الشقة ونسخ المفتاح ويصنع قنابل للزجاج تقوم بتكسيره، ويتنكر كعامل صيانة ويدخل الشقة التي نسخ مفتاحها ويخرج منها ويصعد إلى المسبح الموجود في شقة إدريان ويزرع قنابل الزجاجية، ثم ينفجر المسبح الذي كان متواجد فيه إدريان وسقط ومات. وعند انتهائه من المهمة تحدث مع جينا وتقوم بحركة ذكية وتوجه الكاميرا رقم القارب لكي يعرف بيشوب مكانها. يذهب بمروحية إلى مكان القارب ويدخل إليه ويقتل بعض الحراس، لكن يتم القبض عليه. ويخبره كراين أنه إذا حاول مرة أخرى سيتم إلغاء الاتفاق، وأمره بإكمال المهمة وقتل تاجر الأسلحة الأمريكي ماكس الذي لديه صرح صعب الدخول إليه وجنود تراقب المكان، وبالداخل توجد غواصة مزودة بالصواريخ، ولم يتمكن أحد من الدخول. أمام بيشوب 48 ساعة لإكمال المهمة. يكتشف بيشوب أن ماكس سيستقل مروحية واختبأ تحتها، وعند دخوله يضع جهاز التشويش على الكاميرا ويضرب الحراس. عندما دخل ماكس إلى المصعد قام بيشوب بتفجيره، ودخل ماكس إلى غرفة آمنة، ولكن وجد بيشوب أمامه موجها سلاحه نحوه، ويتفق بيشوب مع ماكس للتظاهر بأنه ميت ويخدع كراين، وزيف موت ماكس بتفجير المكان. وعند سقوطه ينتظره بيشوب بقنينة الأكسجين. بعدها يتصل بيشوب بكراين ويطلب منه بترك جينا، لكن كراين يرفض ويريد أن يرى جثة ماكس ويخبره بأن الجثة موجودة في الغواصة. يأمر كراين رجاله بالذهاب إلى الغواصة للتأكد من موت ماكس. كان بيشوب مستعدا لاستقبال رجال كراين، وعند وصولهم يقتلهم بيشوب، وكرين يشاهد ما يقع من خلال الكاميرا ويصعد إلى القارب ويقتل العديد من الحراس. وجينا تقاوم ويطلق عليها النار في بطنها، وكرين يشغل المؤقت لتفجير القارب. يأخذ بيشوب جينا إلى غواصة صغيرة ويطلقها تحت البحر، وتبدأ المواجهة بين بيشوب وكرين، ويربطه بسلسلة حول رقبته، وبعدها ينفجر القارب ويتم إنقاذ جينا. وماكس كان منتظرا لخروج بيشوب. بعدها نشاهد جينا مع الأطفال فاجأت برؤية بيشوب أمامها، ويراجع ماكس الكاميرا لاحظ أن بيشوب كان يختبئ. وهنا نكون قد انتهينا من تلخيص الفيلم. أتمنى أن يعجبكم. إن أعجبكم الفيديو اضغط لايك واشتراكك في القناة، وأيضا لا تنسى قراءة الحديث الظاهر، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.